مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد من اللي فات. تشرف خوتي ياكل معاها ولا قلت هذه لي ما الله راه ياكلوا معايا يجيبوا لي انفلونزا وخنازير ما لحظه غير ربي سبحانه وتعالى. صعيب بالنسبه للام تكون تكبر في بنتها وتسنى تكبر تولي جون في قدامها وتتمنى لها كامل الخير تاع الدنيا، تكتشف باللي بنتها حياتها تبدل. حياه العائله كامل. حياه العائله كامل. وكاين ناس وخد اخرين في المجتمع عندنا في ولايتنا ناس قال لك مشاو يطلبوا ما مشاوش. انا ما طلبت حتى على واحد. قلت لها فوالا، قلت لها بنتي ها كيف ها كيف، انا حاسه بلي عندها حاجه ما خبرونيش. امام الله مانيش سامح لهم الشيء اللي داروا لها. انا كنت حابه باه تكون باه توصل تكون حاجه وخد اخرى، قدوه معلمه، تكون استاذه، تكون في لاميدسين، تكون فرمليه، تكون على مسكينه. شا دارت نقول كنا هكا نايضه لو هكا نمشي مليان نقول دبكي نقول راهي عاد صغيره ماهيش عاديه واش راه فيها واش كاين واش اللي فات. مات سهره الاربعه التسعه غير ربع على شروق تيفي.